معاك؟ سيشهد الوسط الفني اعتزال شخصية فنية معروفة جدا بعد انكشاف فضيحة كبيرة تطال هذه الشخصية الفنية وتظلم وتهز الوسط الفني، وبتلعب مواقع التواصل الاجتماعي دور كبير في الكشف عن تفاصيل هذه الفضيحة القادمة بال23. مش عايزين فضيحة، اعتزال. طب رجل أم امرأة؟ بعد فضيحة، اعتزال بعد فضيحة. ممكن رجل على فكرة، مش ضروري امرأة، مش شرط شخصية فنية. أنا قلت ممكن رجل. قصة سيشهد الوسط الفني اعتزال شخصية فنية معروفة جدا بعد انكشاف فضيحة كبيرة تطال هذه الشخصية الفنية وتظلم وتهز الوسط الفني، وبتلعب مواقع التواصل الاجتماعي دور كبير في الكشف عن تفاصيل هذه الفضيحة القادمة بال23. مش عايزين فضيحة، اعتزال. طب رجل أم امرأة؟ بعد فضيحة، اعتزال بعد فضيحة. ممكن رجل على فكرة، مش ضروري امرأة، مش شرط شخصية فنية. أنا قلت ممكن رجل. قصة